طولت شوية في العملية، دخلت عملت العملية وطلعوا ابني. أنا شفته وهما بيطلعوه، أنا كنت قيصري. الدكتور يعني انت شفتيه جوه اوضه العمليات في الدكتور غرفه العمليات يعني، وهم بيطلعوه من بطنك لانك انا شفت كل حاجه. متاخده بنج نصفي اكيد. وانا كنت بصه فوق، كان في مرايه كنت شايفه كل حاجه. بس جابوه جنبي سمعت نفسه وبس شويه وخلاص. بابا الدكتور طلب ان هو يستلمه. هي والله يعني انا مقدره طبعا مشاعرك ومشاعر اي ام، اكيد هتفهمها وتحسها قد ايه قد ايه ان الام يوم ولادتها بتبقى فرحانه جدا جدا ان هي تشوف ابنها اللي قاعد في بطنها 9 شهور. قد ايه ان هي بالنسبه لها اللحظه دي بتبقى اسعد لحظه في حياتها ان هي تشوف ابنها لاول مره. الحقيقه هم حرموها من اللحظه دي. كملي يا حبيبتي. طلعت يعني اتنقل لي، كان حصل لي مضاعفات. انا كنت داخل عمليات انيميتي 7، حط لي محاليل و لا ما كنتش فايقه قوي يعني. وبعدين شفته برضو الوقت بسيط، ما رضعش مني ولا رضعه شويه. وبابا قال ان هو ياخده يطعمه، وبعد كده ما شفتوش تاني. انا مش فاكره شكله اصلا. ما لحقتيش تشوفي ملامحه؟ لا مش فاكره اي حاجه من ملامحه. لا ولا رضعتيه حتى؟ ولا رضعته. انا لحد دلوقتي يعني بفضي اللبن علشان على امل انه كل يوم يرجع لي. بس ان شاء الله يرجع لحضنك من جديد، وان شاء الله صوتك يوصل للمسؤولين، وان شاء الله يساعدوك ان ابنك يرجع لك تاني حبيبتي. ان شاء الله ان شاء الله الحق هيبان وابنك هيرجع لحضنك ان شاء الله بخير بخير ان شاء الله. ده طبعا غير الكبوي. انا عايشه في كابوس، انا يعني الاكل اللي باكله تقريبا مسمم. انا مش يعني حاسه ان في حاجه من جسمي مش موجوده، عايشه من غير روح يعني. وطبعا يعني احنا من برنامج اوضه وصاله بنوجه استغاثه للمسؤولين ان هم يساعدوا يعني ثريا في ان هم ان هي تلاقي ابنها. الحقيقه هي والده بقى لها 30 يوم 30 يوم في رحله بحث مستمره، وهي المفروض في حاله المفروض في وضع النفاس، تكون في راحه في السرير. هي كل يوم بتدور على ابنها في مكان، ورغم كل التمكين اللي خدته من خلال المحاكم بانها تتمكن من ابنها، هي مش قادره توصل له تماما ومش عارفه هو عايش ولا ميت، خاصة لأن جالها رسائل تهديد كتير واحنا نعرضها على الشاشة دلوقتي. هي مش عارفة أي حاجة عن ابنها ومش لاقي حد يساعدها. واحنا إن شاء الله يعني أملنا كبير في إن المسؤولين في الدولة وإن أي حد يقدر يساعدها في إن هي توصل لابنها، طبعا يعني هيكون رجع فرحة وضحكة ويعني وساعد أم فعلا جواها حزن كبير على ابنها وإن هو يرجع لحضنها من جديد.